توقعات الأرصاد بشأن تأثير العاصفة دانيال على مصر. وصف الخبراء العاصفة دانيال بأنها ظاهرة نادرة. الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط الرمال على مناطق غرب البلاد والسواحل الشمالية. توقعت الأرصاد أن تؤثر رمال العاصفة على شمال مصر وجزء من الصعيد. خبراء الأرصاد توقعوا أن تغادر العاصفة ليبيا وتتجه لمصر بعد ما فقدت 80% من قوتها. العاصفة يصحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً.